هم يريدون والله وحده يفعل ما يريد. هم يتآمرون ويقصون، لكن القرار الأخير للشعوب. الشعوب هي القوة الحقيقية على الأرض. لذا فشلت صفقة القرن. أي نعم، فشلت صفقة القرن. مبروك للأمة العربية والإسلامية كلها. فشل أحط وأحقر اتفاقية كانت تتعمل لتصفية القضية الفلسطينية. جريدة هارتس الصهيونية كتبت من 4 أيام أن الملك سلمان سحب ملف القدس من ابنه الأحمق وأبلغ واشنطن. الملك سلمان سحب ملف فلسطين من ابنه الأحمق فرخ سلمان وأبلغ واشنطن بالتالي بأن السعودية لن تكون قادرة على دعم خطتها المعروفة بصفقة القرن، إذ لن تنص على أن القدس الشرقية عاصمة فلسطين. الملك سلمان أبلغ الفلسطينيين أنه ملتزم بدعمه للقضية الفلسطينية، وأصدر الملك سلمان أمراً عاجلاً بتخصيص 80 مليون دولار للسلطة الفلسطينية تعويضاً لهم عن قطع أمريكا للمساعدات المخصصة للسلطة الفلسطينية. انتظرنا تصريح رسمي من السعودية عشان نتأكد إن ده اللي حصل. وبالفعل النهاردة بس جريدة النبأ السعودية أعلنت الخبر. أيوة، جريدة النبأ السعودية أعلنت الخبر. فشل الصفقة لا يحسب للملك سلمان ولا لغيره. حتى لما السيسي قال القدس الشرقية عاصمة فلسطين، ده تابع فقط وحده الشعب الفلسطيني الأبي، شعب غزة، شعب العزة، هو من أفشلها. مسيرات العودة والطائرات والبالونات الحارقة، الشهداء الذين سقطوا خلال مسيرات العودة، صواريخ المقاومة التي أرعبت المستوطنين الصهاينة، كانت أبلغ رد على صفقة قرنهم. وحده الشعب الفلسطيني، وحده الشعب الفلسطيني من أفشلها، من أفشل صفقة القرن. ليعطينا درسا جديدا في النضال، إن الشعوب هي الأقوى حتى ولو كانت محاصرة ومنزوعة السلاح. الشعوب هي من بيدها القرار الحاسم. إن أكبر دول في العالم ومعها أكبر دول في المنطقة العربية والإسلامية، السعودية ومصر والإمارات، عجزوا عن فرض صفقتهم على الشعب الفلسطيني، وإن كل الإغراءات والضغوط اللي تم ممارستها على الفلسطينيين اتكسرت على صخرة إرادة هذا الشعب العظيم المقاوم. فهل ستعي الشعوب العربية هذا الدرس من الشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني أثبت أنه الشعب الوحيد الذي يقاوم تحت الاحتلال. أما الشعوب العربية والمسلمة كلهم محتلين. يا ترى الرسالة وصلت للشعب المصري؟ الرسالة وصلت لأهلي وناسي شعب مصر يتعلموا إن هم الأقوى؟ يا شعب مصر، أنت الأقوى، أنت اللي تقدر تغير كل حاجة، تقدر تغير كل حاجة بنفسك رغم بطش السيسي وعصابته. تقدر تعمل زي ما الشعب الفلسطيني عمل. فلسطين أيها الشعوب العربية والمسلمة هي بوصلتكم يا كل الشعوب العربية والمسلمة، ولا زلنا نتعلم منها أن المقاومة حق، المقاومة حق، وأن الحرية مش ببلاش، وأن الصمود والإصرار والعزيمة من أسباب النصر. اجعلوها بوصلتكم وهتتأكدوا بنفسكم يا كل الشعوب العربية والإسلامية إنكم الأقوى على الأرض. فلسطين عربية، والقدس العاصمة الأبدية لفلسطين، وفلسطين القضية الأولى لكل الشعوب العربية والمسلمة. هبوا من أجل قضيتكم الأولى. على البركة.